سيد مقتدى الصدر ما يريد السيد المالكي مع الإطار، ذكرها بتغريدته وقال احنا يعني انا اذكر هذا كل الامور شنو اللي تصير هسه. كثير اكو عندي امور ما ممكن يعني اريد اطلعها للاعلام، يحتاج لها وقت. المهم بالخلاصه حلحلت القضيه؟ نعم هناك حلحل القضيه بوجود السيد المالكي، بوجود السيد المالكي، والامور سوف تحل باسرع مما تظنين. وهناك اشتراطات وهناك امور نتفق عليها للعبور الى بر امان.